السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي، وشراكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وفي الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نشوفوا سعر مواصفات هاتف جالاكسي اسي كونتيا في الجزائر. اذا كنت اول مرة تشوف لاشان تاعنا ما تنساش دير ابوني وتفعل الجرس ودير نجم للفيديو باش نكملوا وبارطاجيو لكم غير جديد ان شاء الله. لما نطولوا عليكم خليونا نبداو على بركة الله. جينا شاشة تاع الهاتف سوبر امولاد مقاسها 6.5 انش بدقة فول اتش دي بلس مع تصميم انفينيتي او. بالنسبة للمعالج فهو اكزينوس 9611 8 نواه بتردد 2.3 جيجا هرتز. شريحة الرسوميات عندنا مالي جي 72، وعندنا الذاكرة العشوائية 4 او 6 او 8 جيجا بايت، ومساحة تخزين داخلية 64 او 128 جيجا بايت، قابلة للتمديد عبر بطاقة ميكرو اس دي بحجم 512 جيجا بايت. بالنسبة للكاميرا الخلفية فهي رباعية، عندنا 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f2.0، وعندنا 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f2.2 بزاوية عريضة 123 درجة، وعندنا 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f2.2 لاستشعار معلومات العمق، وعندنا 5 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f2.4 ماكرو. بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي 32 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة f2.2. الهاتف يدعم شريحة اتصال، عندنا البلوتوث فهو 5.0، قارئ للبصمة مدمج في الشاشة، منفذ سماعات 3.5 مليمتر، منفذ USB تايب سي، نظام تشغيل اندرويد 10 مع واجهة One UI 2.0. بالنسبة للبطارية سعتها 4000 ملي امبير مع تقنية شحن سريع بقدرة 15 واط. وزن تاع الهاتف هو 172 غرام. سعر تاع الهاتف في السوق الجزائرية هو 53200 دينار جزائري. هذا هو الفيديو تاع اليوم، ما تنساوش ديروا نجم للفيديو خاوتي باش نكملوا وبارطاجيو لكم غير جديد ان شاء الله. تهلاو في رواحكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.